وألف شكر للسيد الوزير هاني محمود وزير التنمية الإدارية والرئيس التنفيذي للأولمبياد الخاص المصري على كل المجهود اللي قام به لإظهار مصر في هذه الصورة المشرفة لنا كمصريين وللعالم في الخارج. شكرا سيادة الوزير، وشكرا لكل العاملين معاك اللي اجتهدوا هذا الاجتهاد الهام في أننا نصل إلى بداية خارطة الطريق الحقيقية. واسمحوا لي وأنا بتكلم دلوقتي، أنا عندي كلام هقوله مكتوب، لكن أنا هرتجل في الأول وأقول ألف مبروك لمصر، دي بداية الخطوات إلى المستقبل. إحنا موجودين النهاردة عشان نتكلم على المستقبل، نتكلم على مستقبل أبنائنا العظام اللي أنا عصرتهم لمدة 8 سنوات كسفير ليهم، وسافرت معهم دول العالم وشفت نجاحاتهم وقدراتهم الرائعة. ويمكن دي مناسبة أن أنا أطلب من الإعلام بمناسبة وجودهم كلهم معانا النهاردة، وبطلب من الشعب المصري كله أنه يغير التسمية اللي بنسميها لأولادنا من شبابنا وبناتنا العظام. إحنا من هنا ورايح إذا سمحتولي من النهاردة اللقب الجديد اللي أنا بطلبه هو ذوي القدرات الخاصة وليست الاحتياجات. هم ليسوا في حاجة إلينا، إحنا اللي في حاجة إليهم. هم لهم قدرات خاصة، ويجب أن يكون هذا هو اللقب القادم إذا سمحتولي بطلبه منكم، ذوي القدرات الخاصة. العالم النهاردة التسمية الجديدة في العالم هي intellectual disability. intellectual هي الثقافة، الإنسان الانتلكتشول هو الإنسان المثقف. فلما يكون العالم المتحضر بيقول على أولادنا وبناتنا المثقفين، فأعتقد أن احنا في بداية هذا الطريق إلى المستقبل، أن احنا كدولة متحضرة لنا هذا التاريخ الرائع، أن احنا نقول ذوي القدرات الخاصة. أشكركم جداً إذا شاركتوني في هذا الرأي. شكرا. اليوم هو صباح مختلف، لأننا بنعلن عن استضافة مصر للكأس الإقليمي لكرة القدم الموحدة. هذا الصباح يحمل معه كل المعاني الجميلة من العمل الإنساني الخالص لوجه الله. وإذا أردنا أن نجعل العنوان لمؤتمرنا الصحفي هذا فليكن بالحب الإنساني تبنى الشعوب والأمم وتبني أنفسها. اليوم في هذا المؤتمر سوف تجدون كل متحدث يحاول أن يلمس شفاف قلوبنا بالحديث عن فئة عزيزة وغالية علينا، هي أبنائنا من ذوي القدرات الفكرية الخاصة. الكل جاء لكي يساهم في رسم الفرحة والابتسامة داخل قلوبنا وقلوبهم، معهم أسرهم وكل المحيطين بهم وكل من في مجتمعهم. نحن نمثل جزء من هذا المجتمع، فتسمحوا لنا أن نساهم في إسعادهم. كأس ماجدة موسى المرحومة، ماجدة موسى كانت سيدة عظيمة وكانت صديقة عزيزة جدا على قلبي منذ الصغر. كأس ماجدة موسى للتصفيات النهائية للأولمبياد الخاص المؤهلة لأول كأس عالم في كرة القدم. وليس من المستغرب على هذا الشعب العظيم أن يكون الوفاء لمن أعطى سمة من سماته، لذلك حمل الكأس اسمها. إننا المصريون أقدم الشعوب المتحضرة على وجه الأرض، والكرة الأرضية ومنها نعبر إلى كرة القدم. هل هناك علاقة ما بين كرة القدم والكرة الأرضية؟ قد يقول البعض أن كلاهما مستدير، إلا أن الأولى تركل بالقدم والرأس والأخرى نعيش عليها، وعشان كده لازم نحافظ عليها. الحقيقة الكرة الأرضية هي الكرة الوحيدة اللي احنا عارفينها، فياريت نحافظ عليها ونحافظ على أنفسنا ونحافظ على مستقبلنا على هذه الأرض التي لا نعرف غيرها. يكفي تدميرا لهذه الأرض، هي الأرض الوحيدة اللي احنا نعرفها، فنحافظ عليها جميعا. كرة القدم الحديثة هي التي تجمع بيننا اليوم، هي شديدة الحداثة فيما تحتويه، شديدة الإنسانية. هناك
أول كأس عالم في كرة القدم الموحدة نجتمع اليوم وهو على نهر النيل الخالد. هذا المؤتمر الصحفي له الكثير من الدلالات شديدة الإنسانية ومشاركة كوكبة من قيادات الشباب والرياضة ورجال الأعمال ونجوم الفن والإعلام. الكل جاء بحب من هذا من أجل هذا الحدث الذي يقام على أرض مصر في الفترة من 14 وحتى 19 فبراير 2014. هنشوف دلوقتي فيلم تسجيلي، هنشوف فيه منتخب مصر المشارك في هذه التصفيات، وبنتمنى له الحصول على بطاقة التأهيل والسفر إلى ماليزيا ليكون عوضا عن عدم مشاركتنا في كأس العالم بالبرازيل. أرجوكم نشاهد هذا الفيلم ونستمر بعدها.